بسم الله والإمن وروح القدس إلى الواحد أمين تحل نعمته وبركته على رواحنا جميعنا أمين. الأسبوع الثاني من شهر كياك المبارك، وأحب أذكركم بأنه 4 أسابيع كياك في الأحادات إحنا بنقرأ إنجيل لوقا ونقسمه على 4 أحادات. الأحد الثاني دي الأسبوع الثاني من شهر كياك بتكلم عن بشارة العذراء مريم الملاك لما بشرها بولادة الرب يسوع المسيح. وبيقول في الشهر السادس أرسل الملاك جبرائيل إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة. وأحب أعرفكم أنه الجليل دي منطقة ريفية وكانوا فيها ناس صيادين وفلاحين وناس بسطاء، وكل الناس اللي عايشين فيها ناس بسطة جدا. والجليل دي المنطقة اللي تربى فيها الرب يسوع واللي عاشت فيها الست العذراء مريم. وفي الجليل دي كان في الناصرة، الناصرة دي اللي ظهر فيها الملاك للعذراء مريم يبشرها بولادة الرب يسوع المسيح، ودي اللي تربى أيضا فيها الرب. وكان كل الناس الموجودين في الناصرة ناس وحشين، لدرجة انه لما ابتدوا يتكلموا عن الرب يسوع المسيح وشافوا معجزاته وتعاليمه وعرفوا انه من الناصرة وسط الناس الوحشين، فقالوا اما من الناصرة يخرج شيء صالح؟ معقول الناصرة دي تطلع حاجة كويسة يعني زي الرب يسوع؟ لان كانوا ناس كلهم وحشين. وطبعا الرب يسوع المسيح لم يتربى في اورشليم، لان اورشليم هي كانت فيها القصور وكان فيها الملوك والامراء والكهنه ورؤساء الكهنه والهيكل. فربنا ما عاش في المنطقه اللي هي يعني وسط الاغنياء والكبار. عشان كده احنا لو عايزين نفتش على ربنا يسوع ما بنلاقيهوش وسط الناس الكبار او وسط الناس الاغنياء الامراء او الناس اللي عايشين في القصور والابهات. انما لو عايز تفتش على المسيح تلقاه قاعد ومتربع بين الفقراء والمساكين والفلاحين والصيادين. عشان كده ربنا لما جاء اختار تلاميذه اختارهم من الصيادين الفقراء البسطاء. وبعدين بيقول إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، وإلى العذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. أنا بس كنت عايز أديكم فكرة عن كلمة مخطوبة. مخطوبة في العرف اليهودي تختلف عن أيامنا دي، لأنه كلمة مخطوبة في العهد اليهودي أو في العصر اليهودي معناها إنها كانت ممكن تروح تعيش في بيت خطيبها. لكن طبعا دلوقتي المخطوبة مش ممكن تعيش في بيت خطيبها، لكن زمان عند اليهود كان المخطوبة ممكن تروح تعيش بيت خطيبها وتقعد معه شوية وبعدين يتجوزها. فكانت العذراء مريم طبعا مخطوبة ليوسف وراحت قعدت معاه، فهي طبعا ما اتجوزتهوش لكن كانت مخطوبة لي. لكن اليهود كانوا افتكروا بانه العذراء اتجوزت يوسف، عشان العذراء لما انحبلت وظهر عليها علامات الحبل ما شكوش فيها اليهود. ليه؟ لانه قالوا خلاص دي مشت بيت يوسف ويمكن هو اتجوزها وانجب منها الحبل بتاعها، فما قلقوش من الحبل اليهود، لان لو شكوا في العذراء مريم كانوا رجموها، لان الزانيه كانت ترجم. فهم قالوا لا دي اتجوزت من يوسف والحبل ده من يوسف. لكن الوحيد اللي قلق في الموضوع هو يوسف. ليه؟ لانه هو عارف نفسه انه هو ما اتجوزش العذراء، وعارف نفسه ان هو عايش بتول وهي عايشه بتول ومتفقين على كده. ف
فلما رجعت العذراء مريم من بيت اليصابات وبطنها ابتدت تظهر عليها علامات الحبل، ابتدى يوسف يبص لها بنظرات الشك، منين جه الحبل ده واحنا عايشين بتوليين؟ فيقول الكتاب اراد تخليتها سرا. يعني ايه؟ يعني عايز يقول لها بنت الناس بلاش فضايح، ويمشي كده من سكوت ولا من شاف ولا من دري، وخلاص يمشي كده وخلاص، لحد ما ظهر له الملاك وقال له حسك عينك تشك في العذراء مريم، لان الحبل ده من الروح القدس مش من زرع بشر. بعد كده ابتدى يوسف ان يعاملها ليس كزانية وانما كأم الله. لكن كلمة مخطوبة عند اليهود كان الزمان معناها انها متزوجة. واحكي لكم حكاية ما كانتش موجودة في الكتاب المقدس لكن ذكرها التقليد اليهودي، انه حنة ويواقيم اللي هم امه وابو العذراء مريم كانوا ما بيجوش عيال. بعدين ندروا العين اللي يجي حيودوه الهيكل، فقاموا ايه جابوا مريم دي، فقاموا شالوها ودوها الهيكل وسابوها هناك في الهيكل، زي قصة صموئيل بالضبط. صموئيل النبي كان كده، كانت أمه نذرته في الهيكل وكانت تروح تشوفه كل شوية، كل مرة أو مرتين في السماء. فالعذراء مريم طبعا إن هي كانت عمرها 3 4 سنوات أدوب ابتدت تمشي، فقام شالوها أبوها وأمها ودوها الهيكل، وقعدت هناك في الهيكل لأنها نذرت في الهيكل، لحد ما بقى عمرها 12 سنة وظهرت عليها علامات الأنوثة والدورة الشهرية والكلام دي، فكان مش مفروض إن هي تقعد في الهيكل. فقالوا نعمل إيه؟ نعمل جرعة نوديها لمين تقعد معاه، ولازم اللي تقعد معاه شيخ من شيوخ من الهيكل. ليه؟ لأن هي بنت الهيكل، هي مش بنت عادية، وهو اللي مفروض يتجوزها أو تعيش معاه واحد من الهيكل. فعملوا قرعة، فوقعت القرعة على يوسف النجار. وطبعا يوسف ده كان رجل تقي، وبتسميه الكنيسة حامي سر التجسد الإلهي، وكان رجل تقي جدا، وكان عمره في ذلك الوقت لما العذراء مريم مشيت له البيت كان عمره حوالي 60 سنة أو عدى 60، لكن العذراء مريم كانت عمرها زي 12 سنة، فزي حفيدته يعني. في صور إيطالية بيرسموا يوسف رجل شاب صغير جمورة كده، لا الصور دي غلط، يوسف ما كانش شاب، يوسف كان راجل عجوز تعتبر العذراء مريم حفيدته. وبعدين هو كان ناوي بأنه يعني يعيش بتول وهي تعيش بتولة، ويسبحوا ويصلوا ويصوموا، وكانوا عايشين مع بعض في بيتهم، زي بيتهم عامل زي السماء كده يعني. وبعدين دخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها. طبعا الترجمة اللي في يدنا دي ترجمة بروتستانتية، فكاتبين ترجموا العذراء مريم الملاك قال لها سلام لك أيتها المنعم عليها. طبعا دي ترجمة يعني احنا لا نوافق عليها في الترجمة القبطية، لأنه الترجمة القبطية الأصلية الممتلئة نعمة، مش المنعم عليها، لأنه في فرق كبير جدا بين المنعم عليها والممتلئة نعمة. منعم عليها في ناس كتير جدا أطلق عليهم الاسم ده، اسم المنعم عليها، لكن الممتلئة نعمة هي الوحيدة اللي على الأرض التي امتلأت نعمة وهي من بطن أمها، لأنه فيش حد أطلق عليه في الأرض كلها اسم ممتلئة نعمة. المهم دخل عليها الملاك وقال لها سلام لك أيتها الممتلئة نعمة. نلاحظ أنه زكريا لما ظهر له الملاك أول كلمة قالها له لا تخف يا زكريا،
إنما العذراء مريم يعني ما قال لهاش ما تخافيش يا عذراء. ليه؟ لأنه العذراء مريم كانت عادي بتشوف الملائكة، وكل يوم كانوا بيدوها التحية ويسلموا عليها ويمشوا، فكانتش مستغربة من ظهور الملاك ليها. لكن زكريا ما كانش يشوف ملائكة، عشان كده لما ظهر له الملاك اضطرب وانزعج وخاف، لا إلا الملاك يعاقبه. فالملاك طمن وقال له لا تخف يا زكريا، أنا مش جاي أعمل لك حاجة، أنا جاي بس أبشرك بولادة يوحنا المعمدان. فهنا طبعا الملاك أول ما دخل على عذراء مريم أداها السلام، فقال لها السلام لك أيتها الممتلئة نعمة. عشان كده نلاحظ يا أحبائي، كل كاهن وكل أسقف وكل بطرك يطلع من الهيكل معاه والشوريا لازم يجي على صورة العذراء مريم ويديها السلام، ويقول لها إيه؟ السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، نعطيك السلام مع غبريال الملاك قائلين السلام لك أيتها الممتلئة نعمة. فلازم نديها السلام زيها وزي ما اداها الملاك السلام. فكل كاهن يطلع من الهيكل يديها بخور ويقول لها السلام لك، نعطيك السلام مع غبريال الملاك. فظهر الملاك ظهر العذراء مريم، ويقول الكتاب انها ما خافتش من من ظهور الملاك، انما اضطربت من كلامه. يعني ايه اضطربت من كلامه؟ يعني الملائكه كانت كل يوم بتيجي وتزورها وتتكلم معاها، ازيك يا عذراء، سلام لك يا عذراء. انما المره دي بالذات الملاك كان كلامه ليها غريب جدا، فقال لها ايه؟ سلام لك ايتها الممتلئه نعمه، مباركه انت في النساء. يعني ايه؟ يعني انت اجمل واحلى ست في الدنيا. فتحيه غريبه جدا، يعني ايه اول مره الملاك يقول لي كده؟ لما يجي رئيس الملائكه بنفسه ويقول لها أنت مباركة في النساء، أنت أجمل وأحلى ست في الدنيا، اضطربت ما عسى أن تكون هذه التحية. فإنها إيه؟ استغربت من هذه التحية. فقام قال لها الملاك لا تخافي يا مريم، قد وجدت نعمة عند الله، ها أنت سوف تحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. وذا اللي بنسميه ايه؟ البشارة، او بنسميه عيد البشارة. وعيد البشارة ده عيد كبير جدا في الكنيسة، زيه زي عيد الميلاد وعيد القيامة وعيد الصعود وعيد الغطاس، من الاعياد السبعة الكبيرة، لكن حقه مهضوم في الكنيسة عيد البشارة ده، لانه دايما بيقع في الصوم الكبير. لكن عيد البشارة ده من الاعياد الكبيرة، لأنه ده العيد اللي أعلنت فيه السماء نزول الرب يسوع المسيح إلى عالمنا وإلى أرضنا. فالملاك قال لها إيه؟ قال لها أنت سوف تلدين ابنا. طيب إيه وصف هذا الابن؟ في ناس يقولوا الوصف في الأول كوصف طفل عادي، هتقول لك طفل عادي هذا يكون عظيما. ايه يعني عظيما؟ ما اي طفل عظيم ممكن يكون عظيم. وبعدين قال لها وابن العلي يدعى. ايه يعني ابن العلي يدعى؟ ما كلنا اولاد الله، فيها ايه يعني؟ لحد دلوقتي ده طفل عادي زينا زيه، لكن نشوف بعد كده. ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه، يعني هيملك ويكون ملك زي داود ابيه عادي. ايه الغريبه في كده؟ لكن لما يقول ويكون ويملك إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية، لا، هنا ده مش إنسان عادي، إنما ده هنا إيه؟ هنا إله، لأنه ما فيش حد بيملك إلى الأبد، وما فيش حد يكون لملكه ما فيش نهاية إلا إذا كان الله وحده. فالعذراء مريم طبعا الملاك قال لها انت هتحبلي، وطبعا هي
تعتبر أم الراهبات، لأن هي عاشت راهبة وبتول. وبعدين يعني الكلام كان غريب جدا، لأن قال لها أنت حتكوني أم، أنت حتكوني أم معناتها إيه؟ على طول جاب بالها لازم تتجوزي، ما حتكوني أم من غير ما تتجوز إزاي؟ إنما هي قالت إزاي يعني أتجوز؟ وأنا نويت إنه أنا أعيش بتولة. فالملاك غير مسار حياتها من راهبة إلى أن تكون أم، ولكن بالرغم من ذلك هي إيه؟ هي خضعت إلى الكلام بتاع الملاك، لأنه الملاك قال لها إحنا مش هنلعب في بتوليتي خالص، وإنت مش هتتجوزي يا عذراء، لأن هي قالت له أنا متفقة مع ربنا أنا ناوية أعيش راهبة. في ناس بتشك في بتولية العذراء وتقول العذراء مش بتول. أكبر دليل إنه العذراء بتول لأنه بمجرد إن الملاك قال لها أنت حتولد وتجيبي عيل اسمه يسوع، على طول وقفته واعترضت على الكلام، قالت له لا من فضلك أنا بتول وأنا مش عايز أتجوز خالص. وده دليل إن هي عاشت بتول وماتت بتول، لأن لو هي كانت ناوية تتجوز ما كانتش سكتت، كانت إيه؟ كانت سكتت وقالت خلاص أنا أتجوز وأجيب عيل. لكن هنا قالت له لا أنا بتول وناوية أعيش بتول. فالعذراء مريم لو كانت ناوية تتجوز كانت أخذت كلام الملاك وسكتت، لكن هنا قالت له كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا. فالملاك طمنها وقال لها ما تخافيش يا عذراء، الحبل ده ليس له أي دعوة بزرع بشر، وإنما ده بالروح القدس. وتلدين ابنا ويسميه يسوع، كلمة يسوع معناها إيه؟ معناها مخلص. وبعدين هذا يكون عظيما، كلمة عظيم يعني إيه؟ يعني زي ما قلت لك قبل شوية إنه يكون عظيما، وابن العلي يدعى ويعطيه الرب كرسي داود أبيه. دي كلها يعني يقولوا إنه يا إنسان عادي، لكن تيجي عند يملك إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. دي معناها إنه هو فعلا الله المتجسد وليس هو إنسانا إيه؟ إنسانا عاديا. بمجرد ما إنه الملاك قال للعذراء مريم أنت هتحبلي وتجيبي ولد اسمه يسوع، وقالت حاضر هنذا أمة الرب، على طول تكون الجنين في بطنها. طيب سؤال، العذراء ولدت إله أم ولدت إنسان؟ من ساعة البشارة هي ولدت إلها وإنسانا، يعني هو لاهوته يعني ألوهيته لم تفارق ناسوته يعني بشريته لحظة واحدة ولا طرف الدعي. من ساعة البشارة ومن ساعة الملاك قال لها تحبلي وتجيبي ابن، على طول قالت حاضر، اتكون الجنين في بطنها فولدت إله وإنسان. وإله وإنسان في نفس الوقت لا يفارق بعضهم البعض أبدا، لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. لاهويته يعني هو الله، ناسوته يعني البشرية بتاعته لم تفارق بعضها البعض لحظة واحدة ولا طرفة عين. فهي ولدت إلها وإنسانا أيضا. لو جينا نفرق بين زكريا والعذراء مريم، نشوف زكريا العذراء مريم كانت أشطر منه، بالرغم أنه هو كان كاهن وعظيم ورجل تقي، لكن كانت أشطر منه. لأن الملاك لما قال لزكريا أنت امرأتك حتحبل وتجيب ولد اسمه يوحنا، استغرب من الكلام واستنكر، إزاي يكون كده وإحنا ناس كبار في السن؟ فقال كيف يكون هذا وأنا رجل متقدم في السن وامرأتي عاقر؟ فهو مش مفروض إنه هو يستنكر، لأنه ككاهن الله وقاري التوراة كويس
عارف انه في التوراة في عواقر كثيرات ولده زي ابراهيم وسارة، فمش مفروض كان يشك في كلام الملاك. المفروض يشك مين؟ العذراء المفروض تشك، لانه لاول مره في التاريخ لم يحدث ولم يحصل ولم يحدث بعد ذلك انه عذراء تلد بدون زرع بشر وبتوليتها مصونه، فهي المفروض كانت تشك، وانما هي ما شكتش. نلاحظ زكريا قال كيف يكون هذا وانا رجل متقدم في السن ومراتي عاقر، والعذراء مريم برضو قالت كلمة كيف، كيف يكون لهذا وأنا لست أعرف رجلا. لكن كيف بتاعت زكريا تختلف عن كيف بتاعت العذراء. كيف بتاعت زكريا فيها استنكار وفيها استكتار، إزاي يحصل كده وشك في كلام الملاك. إنما العذراء مريم كلمة كيف بالنسبة لها ليست استكتار أو استكبار، إنما هي استفهام، أنا عايز أفهم بس كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا. فتختلف كلمة كيف عند زكريا اللي فيها شك عن كلمة كيف عند العذراء مريم اللي فيها استفهام، عايز أفهم إزاي هيحصل كده وأنا نويت إنه أنا أكون بتول. الملاك طبعا يعني قال لزكريا أنت جاي تقول لي إزاي يكون كده؟ يا عم أنا رئيس الملائكة نازل من السماء بقول لك هتجيب عيل، تقول لي إزاي؟ طب أنت هتكون أخرس مش هتتكلم لحد ما تشوف يوحنا المعمدان. إنما العذراء مريم مش بتقول أبدا كيف، إنما الملاك بمجرد ما جيت له أنا عايز أستفهم قال لها ده مش شغل خالص، ده شغل العذراء، ده شغل الروح القدس، فهي على طول قالتها أنا ذا أمة الرب. أجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، يعني ده مش موضوعك أنت، ده موضوع الروح القدس، الروح القدس هو اللي هيتم به هذا الحمل. بعدين شوفوا الكلمة دي، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وعايزين نحط كلمة قدوس تحت خطين، كلمة قدوس صفة من صفات الله، وكلمة قدوس لا تطلق إلا على الله فقط، لا يمكن أن نطلق كلمة قدوس على إنسان. إنسان ممكن نقول عليه قديس لكن ما نقولش عليه قدوس، عشان كده لما نقول قدوس معناه هو مقدس من ذاته، لكن عشان نقول مثلا أيها الثالوث الأقدس دي غلط، أقدس معناه حد قدسه، إنما نقول أيها الثالوث القدوس، لكن لا يمكن أن نقول على إنسان إنه قدوس، لأنها دي صفة من صفات الله وحده، إنه هو إيه؟ إنه هو القدوس. بعدين شوف الكلمة دي، قال لها لذلك القدوس المولود منك، يعني القدوس هو اللاهوت والمولود منك هو الناسوت. إذن اللاهوت والناسوت، اللاهوت هو الله والناسوت هو الطبيعة البشرية اللي زينا زيه، شبهنا في كل شيء، يأكل ويشرب ويتألم ويحزن ويكتئب ويبكي وكل حاجة ما عدا إيه؟ الخطية وحدها. فلما قال لها القدوس المولود منك، القدوس اللي هو الله والمولود منك اللي هو الناسوت، اللاهوت مع ايه؟ مع الناسوت. عشان كده يا احبائي اخواننا الغير مسيحيين يقولوا الوحيد الذي لم ينقصه الشيطان هو المسيح، المسلمين يقولوا كده، الوحيد الذي لم ينقصه الشيطان هو المسيح، يعني ما الشيطان ما قدرش عليه هو المسيح. ليه؟ لأنه بلا خطية. إذن هم نفسهم مقتنعين بأن هذا هو القدوس الله، لأنه مين بلا خطية إلا الله وحده.
لأنه هو نفسه قال من منكم يبكتني على خطية؟ فهم المسلمين بيقولوا المسيح بلا خطية. طب مين بلا خطية إلا الله وحده؟ لأنهم هم بيقولوا إنه الوحيد اللي الشيطان ما قدرش عليه هو المسيح. فهم بيقولوا إنه القدوس المسيح هو الله. لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. عشان كده زي ما قلت لك هنا بيسموه ايه؟ عيد البشارة. من ما قالت ها انا امة الرب ليكن لك قولك، على طول ابتدى الميلاد، وبعده جاء الصلب، وبعده جاء القيامة، وبعده جاء الصعود، وبعده جاءت العنصرة. فابتدى التسلسل من عيد البشارة. عشان كده بقول لك ده أهم عيد في الكنيسة، عيد البشارة، لأنه منه وبدأت كل الأعياد. عشان كده أبونا في القداس الغرغوري يقول إيه؟ يقول أنت الكائن في كل زمان أتيت على الأرض، أتيت إلى إيه؟ إلى بطن العذراء. أنت أيها الغير المحوى، إذ أنت الإله لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله، لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد. يعني إيه الكلام ده؟ كلام عربي غريب كده. لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله، يعني مساوتك لله لم تكن اختطاف أو اختلاس أو سرقة. لما قال أنا الله ده مش معناه، أو لما جعل نفسه مساويا لله أنا والأب واحد مساوي للأب في الجوهر، ده مش اختلاس ولا اختطاف ولا سرقة، إنما كان لي حق. إنما لما يجي واحد يطلعنا يقول أنا ربنا، لا نقول له أنت مختلس، أنت حرامي، أنت اختلست الألوهية. عشان كده بنقول له لم تضمر اختطافا أو اختلاسا أو سرقة أن تكون مساويا لله، لكن أنت لوحدك أخذت شكل العبد وشابهتنا في كل شيء، وباركت طبيعتي فيك. يعني إيه باركت طبيعتي فيك؟ لأنه أنت أخذت طبيعتنا، أنت شرفت الطبيعة البشرية، أنت باركت الطبيعة البشرية. عشان كده يا أحبائي عايز أقول لك حاجة، إنه العذراء مريم بشرها الملاك في ذلك اليوم، وده اسمه عيد البشارة، اللي هو إيه؟ اللي بشر فيه الملاك العذراء مريم. بعدين انتهت البشارة كده، قام الملاك أداها خبر كده على الماشي، قال لها إيه؟ هو ذا الإصابات أيضا نسيبتك، هي أيضا حبلى، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقر. فكان في صلة نسب بين العذراء والإصابات. فقال لها اللي بتسموها عاقر اللي هي الإصابات، هي كمان أيضا حبلى، وذا الشهر السادس لتلك المدعوة عاقر، لأنه ليس شيء غير ممكن لدي الله، ما فيش حاجة مستحيلة عند ربنا. فقالت مريم، هنا عايزين نشوف مريم أجابت قالت إيه لما قال لها أنت هتحبلي وتلدي ابن الله، هل العذراء سوف تعترض زي ما اعترض زكريا؟ هل تجادل؟ هل لا تصدق؟ أبدا، إنما بمجرد ما بشرها على طول قالت إيه؟ هو ذا أمة الرب ليكن لي على حسب قولك. قالت له يعني إيه؟ يعني أنا خدامة ربنا، اللي تشوفه يا رب، اللي عايز يا رب، أنا تحت أمرك. فصدقت على طول. عشان كده الآباء يقولوا إيه؟ حواء الأولى لم تقول كلمة حاضر، لكن حواء الثانية اللي هي العذراء مريم قالت إيه؟ هو ذا أنا أمة الرب، يعني حاضر يا رب، اللي تشوفه يا رب. يعني عشان كده حواء الأولى إنها يعني سميناها أم كل حي، سمت حواء
لأنها أم كل حي، لكن هي بالعكس، هي مش أم كل حي، هي أم كل الميتين. لكن التي تستحق أن تسمى أم كل حي هي حواء الثانية العذراء مريم، لأنها ولدت المسيح الذي هو مصدر الحياة، وإحنا كلنا أولاد المسيح. عشان كده إحنا يعني نتشرف أن نكون أولاد حواء الثانية، مش أولاد حواء الأولى. عشان كده يا أحبائي، بمجرد ما أنه قال لها أنت هتولدي وتجيبي ابن، على طول تكون الجنين في بطنها في نفس اللحظة اللي قالت هو ذا أنا أمة الرب، وقالت كلمة حاضر. بمجرد ما قالت كلمة حاضر، على طول جاء الميلاد، وبعده جاء الصلب والقيامة والصعود وإيه والمجيء الثاني، كله بسبب كلمة إيه؟ كلمة حاضر. العذراء مريم يا أحبائي هي قالت كلمة حاضر في أصعب مسؤولية ليها، إنها هي تكون أم لله. عشان كده يا أحبائي لما قال لها الملاك أنت هتجيبي ابن، وقالت حاضر، أنا كنت ناوية أكون رهبة، لكن ما فيش مانع برضو أكون أم، برضو أنا أمة الرب. هو ذا أنا إيه؟ أنا أمة الرب. عارفين أمة الرب يعني إيه؟ يعني أنا خدامة ربنا. كان ممكن الملاك يقول لها إيه؟ يقول لها لا، أنت مش خدامة، أنت أم الله، أنت ربنا رفعك وجعلك أما لله. فهي تقول له لا، أنا أمة الله. عشان كده لو تلاحظوا الشمامسة يقولوا افرحي يا مريم أيتها إيه؟ العبدة والأم. يعني أنت تقولي على نفسك عبدة أو خدامة، ولكن إحنا نقول لك أم. أنت تفضل طول حياتك تقولي أنا خدامة، وإحنا طول حياتنا نقول لك لا، أنت أم. افرحي أيتها العبدة والأم. عشان كده يا أحبائي العذراء مريم عمرها ما كانت تجري وراء العظمة الأرضية أبدا. عمر ما العذراء مريم حطت رجل على رجل وقعدت كده وقالت أنا أم الله اخدموني. لما دخلت عرس قانا الجليل، أول حاجة دخلت على المطبخ، يا ست أنت أم الله، أنت أم الله، اقعدي على كرسي، الناس تكرمك وتخدمك وتخدم عليك لا لا لا، هي اللي تروح تخدم على الناس، وهي اللي تروح تشوف ايه الناقص وتكلم المسيح. عشان كده يا أحبائي الملاك يقول لها القدوس المولود منك يدعى من الله، يعني هو الله، تقول له أنا خدامة ربنا. الأسبوع الجاي تروح عند إليصابات وتقول لها إليصابات من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي، تقول لي يا شيخ أم ربي إيه؟ أنا جيت أخدمك، فين المكنسة بتاعتك وفين المكشاشة بتاعتك وفين طشت الغسيل بتاعك، أنت أم الله، أم الله تركع في بيت إليصابات وتمسح البلاط وشايل المسيح في بطنها، ده كلام ده؟ شوف أم الله، شوف التواضع لدرجة إيه؟ أم الله اللي شايل المسيح في بطنها تكون خدامة. ده إليصابات ولا زكريا مفروض يقولوا لها انت ام الله اقعد اللي احنا نخدم عليك، يقول لهم لا، انا ركبة جبال علشان اجي واخدم عليكم. عشان كده يا احبائي احنا لما نقول على العذراء مريم ام الله، ليس معناها هي مصدر لاهوته، لا، انما هي معناها مصدر ناسوته، لكن مش مصدر لاهوته. عشان كده لحم المسيح ودم المسيح من لحم العذراء ومن دم العذراء. شوف الشرف اللي خذته العذراء مريم. عشان كده احنا يعني نقول على العذراء مريم انت ام الله، مش معناها اننا نؤله العذراء، لا، حاشا اننا نؤله العذراء، نحن لا نؤلهها، لكن نكرمها ونعظمها. ليه؟ لانها زينا زيها، ولدت بالخطيئة الجدية، وهي نفسها قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، فهي قالت ربنا مخلصي، لكن هي
مش إله أبدا، إحنا مستقيمين كده. يعني البروتستانت يقولوا عن العذراء مريم يعني زي علبة الذهب، أخذنا الذهب المسيح ورمينا العلبة، لا يكرموها أبدا، يعني ماشيين شمال خالص. والكاثوليك ماشيين يمين خالص، قال له العذراء وقالوا إنها يعني بلا خطية، لكن إحنا لا، إحنا لا نؤلهها ولا أيضا نعطيها حقها، إحنا مستقيمي الرأي، إحنا نكرمها ونعظمها ونعطيها السلام ونديها كل الشهر ده، شهر كياح كده نكرمها ونسهر في الليالي علشان نديها حقها كأم الله. عشان كده أي إنسان لا يقول إنه العذراء مريم أما لله لا يعتبر مسيحي أبدا. ليه؟ لأنه ينكر إن والدته هو القدوس المولود منها هو ابن الله، فده ما يعتبرش مسيحي. عارفين في القرن الخامس ظهر لنا واحد اسمه نسطور ولخبط لنا الدنيا، قال لوالدته العذراء مريم ده مرة يكون إله ومرة يكون إنسان، لخبط الدنيا. يعني إيه مرة إله مرة إنسان؟ كلام فاضي. اجتمعت الكنائس كلها وحطت لنا مقدمة قانون الإيمان اللي هي إيه؟ نعظمك يا أم النور الحقيقي، نمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله. وقالت كل من لم يقر بأن العذراء مريم والدة الإله يحرم ويقطع من شركة الكنيسة ولا يعتبر مسيحي أبدا على الإطلاق. ليه؟ لأنه لم يؤمن بأن ولدته هو القدوس المولود منها، لأنه الكتاب المقدس كله محتوي من أول الميلاد لآخره المجيء الثاني، الميلاد والغطاس والقيامة وبعدين إيه؟ وبعدين المجيء الثاني والعنصرة والكلام ده. الكتاب كله يبتدي من إيه؟ من الميلاد، من ميلاد المسيح من العذراء مريم. فقالت مريم هو ذا أنا أمة الرب. كم واحد يتعلم من العذراء مريم لو ربنا قال له كلام غريب ومش معقول يدخل في الذهن يقول له حاضر يا رب، اللي تشوفه يا رب، أنا تحت أمرك يا رب. كم واحد؟ ما هو الملك قال لها كلام غريب مش بيدخل الذهن، إنك حتولدي الله الكلمة وإنت مش حتتجوزي وبتوليتك مصونة، كلام غريب، لكن بالرغم من ذلك قالت حاضر. كم مرة ربنا يقول لك كلام وإنت بتقول لا لا الكلام ده مش معقول، لكن مطلوب منك تقول حاضر يا رب اللي عايزه يا رب. وبالمناسبة لما قلنا على العذراء مريم أما لله مش معناها إن هي يعني خلاص كرموني وبجلوني وعظموني، لا، إنما كلمة إنك حتكوني أما لله كلفتها ألم وعذاب واضطهاد من هيرودس وسفر وبهدلة وشتايم ماليه أول ولا آخر. وفي الآخر إيه؟ تشوف ابنها على الصليب متقطع، وإحنا بس ككنيسة ننطق على لسانها، هي ما قالتش، لكن إحنا ننطق على لسانها لما نقول لها إيه؟ عندما نظرت الولد الحمل والراعي مخلص العالم معلقا على الصليب، قالت وهي باكية أما العالم فليفرح لقبوله الخلاص. العالم كله فرحان بالخلاص وإنت طيب يا عذراء؟ لا، أنا أحشائي تتقطع لما أشوفك على الصليب، عندما أنظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه يا ابني وإلهي. عشان كده يا أحبائي العذراء مريم يعني ما قالتش أنا الملكة، ولكن كلمة أنت أم الله كلفتها الكثير. عشان كده لما نقول لي تشوفوا يا رب ليكن لي قولك، يعني عايزني زي ما عايزني، عايزني يمين أمشي يمين، شمال أمشي شمال، أسافر آجي أروح أنا تحت أمرك يا رب. عايزني في الجلجسة أنا معاك لحد الجلجسة،
عايزني في الجسيماني أنا معك في الجسيماني، عايزني على جبل التجربة أنا معك على جبل التجربة، اللي تقول عليه أنا تحت أمرك. أحبائي العذراء مريم لما قال لها الملاك أنت تكون أم الله رفعها إلى مرتبة أعلى من الشاروبين والسارفين، لأن هي أعلى من الملائكة كلها، ونسميها السماء الثانية. ليه؟ لأنه ما هي السماء إلا فيها عرش الله، وهي العذراء مريم تربع في بطنها، وفي بطنها أصبح في عرش لله هو الرب الإله، عشان كذا سميناها إيه؟ السماء الثانية. وإحنا سميناها أم الملكة، أم الملك، واستحقت أن تأخذ لقب جلسة الملكة عن يمين الملك. عذراء مريم كانت بسيطة جدا، وكانت قاعدة في التراب، وكل شغلها الشاغل إن هي تقعد في الهيكل تلم الوساخة بتاعت الذبائح، الكرشة والدموم والعفانة بتاعت الذبائح، هي كانت تلم وتنظف الوساخة دي كلها. فكانت قاعدة في الأرض، فالمسيح قال لها إيه؟ قومي يا عذراء، قومي من على الأرض، تعالي جنبي هنا. فجاء بنفسها وأخذها وحط لها كرسي جنبها وقعدتها جنبه، وقالت له، قال لها اقعدي جنبي يا عذراء. جلست الملكة إيه؟ عن يمين الملك. لإلهنا المجد والإكرام في كنسته من الآن والأبد، آمين.